شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. منصور، قلت لك خلينا نتزوج يا شان. المشاكل عم تكتر من حوالينا، أنا عم بختنق. بتكون مصدق هذا الكلام؟ تذكري أول مرة حكينا فيها وقت خبرتك عن عمليات النصب اللي بتصير بهيك جمعيات؟ إيه؟ بس أنت محامي وبتعرف هاي القصص كيف بتتلفق وبتتظبط بتعرفها ما؟ انتبه منيح، أنا ما عم دافع عن فريدة. لأنه أنا محامي، الوثائق الموجودة بتثبت العكس للأسف. خلاص! هاي المرة اللي عم تحكي عنها وهمتني كل حياتها كلها. هيك مرة ممكن تكون نصابة؟ المحاماة في نظرية بتقول إنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بس أنت حابب تصدق. يا خسارة. أنت واحد شبهان. شبهان. خدم خدمة جمعية والتوقيع توقيعي، في حدا ورطني. طيب فكري منيح، مين ممكن يساوي هذا الشيء؟ فكري مشوش. معقول هشام تصدق هذا الكلام؟ شو عم تحكي انت؟ هلا انت مكركبة وبس. لازم تروحي على المستشفى تستلمي جثة. مين قاعدنا؟ إلهام دخيلك ما تواخذني، ماني قدران أحط لك أكل. ما بدي أكل. شو مساعدتي هالمرة؟ إن شاء الله. بعينته هالولد ابن حلال ومرزوق، اليوم اشترينا محضر جديد. الله يرزقك يا رب. رح أحط لك هيك حواضر. قلت لك ما بدي أكل، شو بدها؟ عايشة كابوس كتير بشي حبيبتي، مو كل شي بينكتب بالصحافة بيتصدق. بعدين أنا وأنتي منعرف منيح قديش في أعداء لفريدة. بس منصور صدق. هلأ المهم فريدة، منصور مثله مثل غيره مانو مهم. فريدة أنا لازم شوفها. مرحبا ماما. اهلين ماما، يوم رب العالمين وقف معي. بحثي الدعوة؟ لا، شامو منصور تصالحوا.
طيب شو وقف معك لكن؟ مو طلعت طنط فريدة حرامية ونصابة؟ لعم على هالناس شو مخباها بتيابها؟ يلا أمي غسلي وتعي مشان تتغدي يلا. انتي خايفة شغف لا تنكري. وجود سامي كان يعطيكي إحساس بالأمان ومتحات. انتي بتعرفي إنه زواجك منه زواج متعة حتى لو كان رسمي وحسب الأصول الدينية. تطلعي من البلد وبس. هالمرة ما رح يضل ساكت. والله ما بتعرفي. بكرة لازم انزل على القصر. بكرة ابوكي عنده جلسة. انتي معه؟ لا انا ما بروح لحالي. كأنه في حدا كان لازم يكون هلأ معنا عم يساعدنا. هلأ رجعنا للقصة. اخوكي بالغربة حرام عليكي. شبك بابا؟ في خط فوق ده. في خط فوق ده. سكري باب سكري باب. لا تخاف بابا. لا تخاف أنا هون ما حدا بيقدر يقرب عليك. ذكري بابا ذكري بابا بابا دعي لي بابا دعي لي. ما في خطوة ده. يا الله مو شربان حبة الدواء ماما. تحت الماء تحت الماء ما الله يوفقك. ذكري بابا ماما ماما في ظلم. ايه في ظلم بس مو هيك. ماما انا وانت بنعرف انه كل شيء له نهايه. مو صحيح مو صحيح. في ناس الدنيا بتضل تدوس عليهم وبتطحنهم طحن لحتى تتشفى. بس انا جنبك. كنت خايفة انك تصدقي. لا لا هي فريدة. معقولة؟ ما عاد عندي ثقة بشي. ما عاد عندي ثقة بشي. لا فريدة ما بتضعف. لكن هذا شو بتسمي؟ قوي. هذا شو بتسمي؟ قوي. روقي. لا روقي ما لا روقي ماما روقي روقي حبيبتي روقي روقي ماما. أنا أساسا ميتة. لا يا ماما لا ما تقولي هذا الحكي الله يخليكي. لا يا ماما لا. ولك أنت ما عاد تفهم كم مرة قلت لك لبقى دق على هذا الرقم لبقى بدي أنساه. لعن عني. يا
حبيبي حبيبي غنوزي. حبيبتي حبيبتي، أنا هلأ عم فكر مشان هي رفيقتك، في دكتور بيساوي هي العملية؟ أيوة، وأنت شو عرفك؟ لأنه في واحد اللي أنا رفيقي كان له صاحبة، يعني عملت لها إياها أربع، قصدي عملتها عنده هذا الدكتور أربع مرات. قلت لي رفيقك؟ طولي بالي، المخلوقة الله ستر عليها وسافرت لألمانيا. حكي لي الحقيقة، حكي لي الحقيقة يا بيبي، ما رح أخنقك. اوكي الله شوي، صار عندها ولد. لحظة لحظة لحظة، وانت شو عرفك انه صار عندها ولد؟ يعني هي كل ما بتنزل على الشام الا هيك تتصل فينا بالتليفون تطمن علينا، حكت لي. ايوه، وامتى اخر مرة اتصلت فيك يا بيبي؟ ما بقيت اتذكر، هي من زمان كتير يعني ما بقيت اتذكر اصلا. ايه هيك لكان. يلا عن اذنك يا بيبي، بس راجعة مشان نكمل حديثنا. ماما أغباني، شو بدي بهالشغلة أنا؟ آخ والله موت سامي على الراقي يا شغف. مهند هلا وقتك أنت؟ وينك يا عم تحد بقى؟ يلا اتصل وخلصني. الو، هي ليال؟ طول الوقت وانا عم بحلم باللحظه اللي يصير فيها ولا رح نزل الولد بكره الساعه 6 المساء. إن شاء الله بيسلموا هالديات.
لك أهلين يا عمي. لك ذرني أطول يا أبرني أطول. أجيني شو؟ آخ يا حبيبة قلبي روحي. شو رأيك هيك تعملينا تفتيلة بالسيارة؟ بالله عليكي مو حلوة أكابرية السيارة؟ وما أحلاها ما تكون حلوة أكابرية وأبو خلودة اللي جاب لي إياها. بس حبيبي مو لكفي تعليم السواقة بالأول؟ مزبوط والله عم تحكي مزبوط. روحي أنا هذا البيت كتير عاجبني، جعل بالي اشتري لك إياه. أيوة لا تنتخي زيادة تقبرني. بزمتي جد عم بحكي وبكتب نصه باسمي ونصه باسمي. طيب هلأ قلي شو صار مشان شغلتي؟ لك على قول ود أبو حيران قال هو بيتصل فينا. ما كان يتصل هو بيتصل فينا. أي وين موبايلك؟ وين موبايلك؟ لك طالع لي لك لك أنا طالعه لك أنا طالعه. يلا سي يلا دقله. مرحبا ابو حيران، ان شاء الله بتستملي. والله هيك قاعد قاعدة رواق هيك جيت ببالي انت. ايه تستملي عينك، والله بيطمن عليك ما في شيء. بس ها اجى ببالي بدك تخلك هي القصة اللي حاكيناك مشانها وترجيناها. شو صار فيها؟ بالله عليك ان شاء الله بتستملي يا ابو حيران، انا تحت امرك. شو ما بتطلب شو ما بتريد. شكرا، نجتمع ان شاء الله. خلص يلا. ايه شو قال لك؟ بدنا لك شو قال لك؟ نكمل حديثنا. خلص مشي الحال، كملت حديثك. شو قال لك؟ قال يا ستي بكره بدهم يعملوا لقاء معك، فاسمعي من اولها، انا بوصلك بالسياره وبستناك وبرجعك. شو خايف يطبقني؟ لك هذا الاسونجي. لا منصور انت مالك غلطان، انا طول الوقت كنت عم حاول لمح لك بس انت ما كنت حابب تسمع. ما بعرف ليش هيك صار، كل الامور فاتت من الله. عادي منصور عادي، المهم هلا ارتاح وبكره يوم جديد مو هيك؟ شكرا ديما، عن جد انا كنت بحاجه لحدا يسمعني. لا ولو، هذا اقل من واجب. انت كيفك؟ يعني ما كتير متحمسة للوضع اللي صاير. خراب، كل شي حوالينا صار خراب. حلو كتير كتير كتير، عن جد ميرسي. رح خلي بابا يصرف لك مكافأة. اوكي باي. هي غيرت المحطة. بتعرفي منصور دق لي لما كان متضايق. اي منيح. شو بك يا ماما؟ مقهورة على هالناس اللي عم تموت من غير سبب. دخيلك ماما، بكفينا بابا. الو ايه منصور؟ طمني ان شاء الله صرت منيح. وقال هالولا مرزوق ابن حلال. والله يزعل. والله ما حدا يزعل غيرك. نسيتي كيف كان يضربك كل قتله اخت الثانيه؟ اي بس هلا القصه غير. طيب هو مو مبسوط؟ خليه مبسوط. اي بس رح اموت من تقلي بالضمير. طيب نزلي وقولي له ما صار شيء. لا
ما بنزلوا. بنزلوا قال. سلمت الراية مو فريدة اللي بتستسلم بسهولة. بلى، لما بيكون اللي قدامك غول وما في بقلبه رحمة بتستسلم. ماما ليش ضعفتي هيك؟ هي مو أول مرة. قليلي شو قلك هذا الواطي؟ تركك ما هيك؟ انت عارفاني انه ندل، هذا الرجال ندل. قلت لك لا تعطيه كل شيء، حرميه، ما عاد عنده شيء يخسره، اخذ كل شيء. مرتك ولادك؟ هديك المرة وقت تركنا وحدة دلالة أخذتني صارت أرجيني بنات لجواز. ما شاء الله. أرجتني وحدة صيدلانية عمرها 30 سنة، بس بصراحة أنا ما حبيتها، مع أنه هي من عائلة مقدرة كتير، بس مدري ليش ما هضمتها. أيوة، وأنا عم أقول وين كنت غاطي. صدقيني تعذبت بهالغطة، والله أنا ما بقدر بعد عنك، ما بقدر. ما بتقدر تقعد بلاي، بس بتقدر تروح تشوف بنات للزواج. لك هذا رفيقي أبو عرفان، متعرف على وحدة دلالة، كل ما كان يروح روح معه أنا. لك يقرب بيتها شو نصابة، لك كل ما أرجتنا على أبو جنى بتاخذ منها هذيك العزبة. شو بيضحك؟ إيه معك حق تقبرني، معك حق تضحك. احكي لي احكي لي مين شفت كمان؟ إياكي ديما، إذا ساويتيها بتخسري. بس هو كان مقرر يتزوج شام لولا عمايل أمه. بعدين أنتي مو رايحة تنامي معه، ليش أنتي بتعرفي أساسا؟ خلص ديما، لا تخلي لحظة ضعف تخرب لك كل شي. صار لك مكبوتة سنين، تحملي لك شوي وبس تتزوجي بتعودي كل هالحرمة. بالحلال أحلى. أصلاً أنتي ما بتعرفي هالقصص إلا من التلفزيون وبتسمعي يوم من ليالي وشان هي أساساً أنتي رافقت يوم شان هيك. استغفر الله استغفر الله، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. مرة أرجتني على وحدة طويلة طويلة مثل عرق الفول. لقيان لأنه بس وحياة عينك، أنت أحلى شي بنظري. كفي كفي. ما في شي، عزمناها كم مرة وبعدين صرفناها. وأنا يا حرام مفكرتك أنت يلي ما عم بتنام الليل. شو بدك تعملي؟ نحن جنس عاطي. اسمعي مني، اتجوزيني وتستتي وعدي بالبيت، لا شغل ولا شي. لا حبيبي، أنا بدي أشتغل. بكتب لك البيت باسمك وبعمل لك عرسك بأي منطقة بالعالم بدك إياه. أنا ناوي أتجوز مرة تانية. وأنا؟ خلص، هاتي هويتك وبكرة منزل أنا وياكي على المحكمة.
بشتغل بعدين بفكر. بتروح عليكي ها؟ لا استدي روحي، والله ما بيروح عليك شيء، لك انت زينة البنات كلها، انت حبيبة قلبي. حياتي انت بصحتك. لسا الصبح تحممتي. ماما هلا يوم اللي تزوجت وبابا اول يوم شو صار بيناتكم؟ عيب ديما، عيب شو هالكلام؟ قولي ماما. طفينا الضوء وبعدين ما عاد اتذكر شيء. وشو اللي لبستي له؟ لبست له تفريعة. كنتي خايفة؟ كنت انا وابوكي عم نرجف رجف، بس بعدين يعني مشي الحال تعودنا. طيب على ايامكم كان يجيب اولاد كتير، انتو ليش بس جايبين ولدي؟ لانه بعدها ابوكي مريض وما عاد يعني ما عاد له لزوم. وانتي شو كنتي تساوي؟ يعني هي هاي القصه لحتى الواحد يجيب اولاد، وانا خلاص جبت اولاد ومشي الحال. مشان هيك تتفرجي على المسلسلات التركيه. استحي استحي تضربي شو ثقيله. اما لك خلص بقى. الو شو سوزي؟ اهلين حبيبتي. كنت رح ادق لك. مشان هيك ما كنت عم ترد على رقمي. عم بتدلل؟ شو ما بيطلع لي تدلل على سوزي؟ اكيد لا. ايه بس انت يعني كنت عم تدللي علي ما؟ شو رايك شوفك اليوم؟ اليوم صعبة، ليكي خليها لبكرة. بكرة؟ لا أنا رح أكون مشغولة بكرة. مشغولة. طيب نحكي نحكي بس تفضي حاكين. أوكي باي. شو يا؟ ضحكان سنك، ضحكنا معك. لك ولا شيء، بس في وحده غليظه دابتني. قام سكرت الخط بخلقتها. يا حبيبي. هلا لا تعمل لي فيها دون جوان تقعد تتفاخر بالقصة. حبيبي أنت سألتني وأنا عم جاوبك. إيه صحيح. وين عائشة؟ مو معقولة هشام، مو معقولة شو بتتبقني؟ لك حرام عليك يردي عليها. بدي اسمع صوت بيبي وبس. هلا ما بدك تسمعي صوت حبيبك، خلينا نتجوز. بكره بتغير رأيك، طول بالك شوي. يا أميرتي، يا روحي، يا حياتي، لك أنا عم خالد، والله مالي مرتاح. لك من وين طلع لي أبو عرفان هذا؟ أنت كل ما بترافق حدا بتصير مثله. هذا اللي مو عاجبك، صار متجوز 4 مرات. انت لو كنتي بتحبيني مزبوط كنت وافقت. هذا الحكي مو حكيك يا عيني. بتعرف شو؟ روح اتزوج لك، بس ساعتها لا تجي لعندي وتقلي انا ما بتخلى عنك يا اميرتي. لا يا روحي لا، لك مو ابو خالد اللي بيتخلى عنك وبيتركك. شو انا؟ بتعرف شو يا بيبي، رح اقوم ساوي لك فنجان قهوه هيك تصحصح لك شوي لاشوف بدك تغير رايك ولا لا. لا ما حغير رأيي، لكن إن شاء الله بيقبشني الطول. شلون بدك تقول عيني؟
شوفي فاتنة الضعيفة المكسورة كيف صارت قوية وجبارة. هلأ مو وقت هذا الحكي. الرجال دائما بيخلي المرة مكسورة. طلعي بحالك وبتعرفي. أنا صار لازم روح. الباقية بحياتك فاتنة. حياتك الباقية. لا تقلقي، عرفت لك من ورا القصة واستخدمت اسم سامي. طبعا مين؟ سامية. سامية، وهلا صار فينا نتحرك. انت متأكدة انك فاتنة؟ وانا مثلك كمان اكتشفت جواتي مرة جديدة وقوية كتير. يلا بسرعة، ما بدنا نتأخر عن سماع كلمة البقية بحياتك. حياتي اللي بلشت هلأ. تفضلي مدام فريدة. صاير مثل قلتو، لا من تمه ولا من كمه. اللي بيشوفك بيقول صار لك سنين. أختي أنا هالقصة بتروقني. حبيبتي نحن المعترين ما بتلبق لنا هالشغلات. ولأنه معترين ولأنه محرومين من كل شيء كمان نحرم منها. طيب شوفي دكتور، أنا هيك مروقة، شو صار معك؟ ناطرة الفرج. قالت لك هالمرة ثابتة إن شاء الله. وجهالها؟ لو على تخانة هالصوت كنت قلت عنه الزير. ماني طايقة شوفه. يعني كلام معك. خلصنا منصور، بكرة بتتصالحوا مثل العادة. ما بتوقع شام رح تسامح هالمرة.
والأدق. ما بعرف إذا أنا بدي إياها تسامحني ولا لا. أنت مشوش، يعني خلي الأمر يمشي بشكل طبيعي. دي ما صدقيني مبارح ما نمت ولا دقيقة، ما صدقت قمت يطلع الضوء مشان إجي لهون. أنا مهزوز من جوا. وأنا جاهزة لأي مساعدة بدك إياها. أعترف لك بسر، وجودك بيريحني. أنا جنبك دائما. إيه ما بدك لهالخجل؟ ليك طبعي شو ساوي؟ بس نحن رفقات. ليك أنا بعرفك ما بيعدلك مزاجك غير أكلة فول، شو؟ وأنا جاهز. يلا. طلعت ما تلقى عزيمة. وزن ها؟ لا دخيلة. شرف. المساهمة في بناء المجتمع المدني السوري من خلال خلق منصة للأصوات السورية الجديدة في مجال الفنون السمعية البصرية. تستطيع من خلالها أن تعبر عن نفسك وأن تتفاعل فيما بينك. يهتم المشروع في المقام الأول بتسجيل الأبعاد والحكايات الإنسانية التي تشكل الخلفية في الثورة السورية بشكل فني وإبداعي لتضحيات الشعب السوري. ميار أنا حجزت بكرة الساعة 12 وما بدي أي نقاش. أنا اليوم رح صير مجرمة. كان المفروض تخبري منصور. ماني واثقة من ردة فعله. بس اللي ببطنك ابنه بعد اللي شفته منه ما رح يصدق. خليني نزله أحسن ما تطلع أمي حرامية. وأنا باقي 3 ساعات. الله يمرق هاليوم على خير. بعرف بشو عم تفكري. أنا طلعت بشبهها لفريدة. قبل كانت الفكرة ترعبني، بس هلأ أنا عم عيشها. أنتي متوترة حبيبتي، طولي بالك. بس بتعرفي شو الفرق بيني وبينها؟ هي طلعت مرة قوية، ما رضيت تتفرط بأمومتها. وأنا عم قتل ابني، عم قتل ابني. نيسان